بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، طلاب الغاليين اهلا بيكم. الفيديو ده هنعمل حاجه استثنائيه كده. المفروض النهارده كنا ننزل الوحده 12، ولكن في ناس كتير بعتوا لي رسائل: يا مستر يعني ارحمنا شويه، سيبنا يوم لما نخلص. وبناء عليه الوحده 12 دي هننزلها ان شاء الله رب العالمين، مثلا يوم الاحد مثلا على سبيل المثال. بس احنا الفتره دي مش هينفع نركن. هنعمل ايه؟ هنشتغل مع بعض في نشتغل وحدة الاولى من كتاب ايوان براكتس، ونحل امتحانين من كتاب ماي فريند، بحيث انك انت تدوق الكتب كده، وبحيث تعرف تاخد قرار الكتاب اللي انت ممكن تقتنيه تشتغل منه. حلو. الفيديو ده ان شاء الله هحل فيه الوحدة الاولى كاملة من كتاب ايوان براكتس. الكتاب ده كتاب الفاينل ريفيجن اللي هو قدام سيادتك، اللي انت شايفه قدامك هو ده. الكتاب ده سعره كام؟ مكتوب عليه كام؟ 60 جنيه تقريبا. فانت حضرتك لو عايز تشتري الكتاب ده، هو موجود طبعا في المكتبات. فين السعر؟ 60 جنيه فعلا سعره. طيب تعالى كده نشوف الاسئله بتاعته، هل هو يستاهل انك تقتنيه ولا لا، والحكم ليك انت في الاول والاخر. بسم الله. اول سؤال بيقول لي: all I A is to find a suitable life partner to share everything with. كل ما ايه هو اني اجد شريك حياه مناسب لكي اشارك معه كل شيء. blame يعني يلوم، chuck يعني يصدم، cheat يعني يغش، وديموند يعني يطلب. اكيد انت عايز تقول كل ما اطلبه، يبقى اقول I demand. طيب، واحنا بما ان احنا بنراجع مستر، فرحنا طويله شويه كده، وهنبدا واخدين واحده بواحده. فعايزك تعرف كده الاتي. اول ملحوظه يا نجم، السؤال الاولاني كلمه بليم دي معناها يلوم كفيرب، الكلمه دي كمان كناون بمعناها اللوم. حلو. ده رقم 2. وبالمناسبه كمان هي معناها المسؤوليه، كلمه اللوم. على سبيل المثال اقول لك دو يو، يعني هل انت اكسبت اني بليم for what happened، يعني هل انت تتحمل اي مسؤوليه لما حدث؟ باول حته. الحته الثانيه عايزك تعرف انك ممكن تقول blame شخص for شيء، او blame شيء on شخص. دي بالظبط زي كلمه trace to، لو انت فاكر، اللي هي يرجع سبب في شيء الى شيء، اللي كانت عندنا في الوحده 11. طيب I blamed أو I blame علي for the fire، أنا بلوم علي على الحريق. أو I blame the fire، أنا بأرجع السبب في الحريق on علي. حلو. طيب دي أول حاجة. الحاجة التانية ما تنساش كمان إن كلمة cheat كده دي verb يا مستر، معناها يغش. لو إحنا عايزين نجيب منها الناون هيبقى a cheat، دي كده أصبحت ناون. انتبه للكلام ده كويس. طيب عندك كمان في الجملة دي ملحوظة، كلمة shock يعني يصدم، لكن لو احنا قلنا شك كده اصبحت ناون بمعنى صدمه. احنا بنراجع مع بعض، فهنكون نفسنا طويل شويه ونستحمل بعضنا كده ونشيل بعض في الليله دي. The firemen fear ايه؟ are likely to. عايزك تعرف are likely to. be likely to دي مصطلح مهم جدا. be likely to دي معناها محتمل، يعني كلمه زي probable كده. دي الجمله الثانيه. انت بتقول لي هنا the firemen رجال الاطفاء بيخافوا من ايه؟ are likely to be found، انها ربما تكون موجوده when they get into the burning house، ممكن تكون موجوده لما يكونوا هم داخل منزل محترق. تعال نترجم كده اختياراتنا الجميله. اول واحده بيقول لك فاير يعني حريق، وفاير يعني نار، وفاير يعني يطلق نار على حد بمسدس، وكلمه فاير معناها يطرد، بتساوي ديسمس لو معناها يطرد. كلمه كاجوالتيز اللي هي الاصابات، فاكولتيز اللي هي الكليات، مفردها فاكولتي، لما نقول فاكولتي اوف اديوكيشن يعني كليه التربيه، فيكتيم يعني ضحيه. طيب انت بتقول بقى ان رجال الاطفاء بيكونوا خايفين ان ايه؟ ربما تكون موجوده. طب ما انا ممكن اقول يا مستر هنا فيكتيم الضحيه. لا، ازاي هتقول فيكتيم مع ار يا عم الحاج؟ افيكتيم وبعدين از. طيب اذا الاجابه هنا اصبحت نمبر بي كاجوالتيز. عايزك تعرف ان كلمه كاجوالتي معناها القتيل او المصاب او معناها خساره من الخسائر يعني. وكلمه كاجوالتي برضو معناها قسم العنايه المركزه. لما نقول مثلا هي اندد اب ان كاجوالتي، يعني هو انتهى به المطاف، مات يعني في العنايه المركزه. ذا ستوري ووز ببلشد باي ذا اي بريس that printed it under large headlines. هنا بقى عايزك تفهم حاجه، في تابلويد اللي هي الجرائد الشعبيه، اعرف عنها معلومات ان هي دايما بيكون فيها صور وبيكون فيها عنوان كبيره، والاخبار فيها بتكون محدوده. طيب تابلت اللي هو التابلت، برود شيت اللي هي الجرائد برضو، بس دي الجرائد الرسميه اللي بيكون فيها الاخبار مكتوبه في بشكل مكثف، يعني كاتبين اخبار كتير. غير كده انت لو انت حابب تقرا اخبار وتتثقف، انت تقرا البرود شيت. لو انت عايز تتسلى هتروح على التابلويد على طول. طيب هنا في الجمله بقى بيقول لك ان هي ذات برينتد اندر لارج هيدلاينز، ما دام عناوين كبيره يعرف ان دي التابلويد على طول، العناوين كبيره وما فيش تفاصيل. I get bored while reading and what it is it has very large sentences، بيقول لك ان فيها الجمل كبيره وفيها باراجرافات ومليان اخبار، يبقى انت عارف ان هو بيتكلم على البروتشيت على طول. When the player
when the player pretended to be injured لما اللاعب عمل نفسه مصاب. Some spectators بعض المشاهدين بعض المشجعين called him a يا ترى اطلق عليه ان هو a cheat غشاش ريفري الحكم جول كيبر حارس مرمى dishonest يعني غير امين. انا هنا يا مستر شايف ان انا ممكن اقول a cheat وممكن اقول dishonest ولكن الفيصل فين يا عم الحاج؟ الفيصل هنا في حته واحده عايزك تعرفها وتتذوقها. عايزك تعرف ان كلمه a cheat دي نون فانت عشان كده جبت لي a قبلها والنون بيجي قبله a. طيب كلمه dishonest ده صفه عايزك تعرف ان الصفه لا ياتي عشان يبقى كلام خلصان كده قبلها a او an الا لو جاء بعدها اسم فاقول لك مثلا a dishonest man اقول لك مثلا he is a dishonest man او ان اقول لك he is وهنا بقى مش هنقول a هنقول he is dishonest dishonest خد بالك لو انت قلت لي he is a dishonest يبقى كده غلط 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 ازاي هتجيب لي a بعد الصفه طيب اذا يا حبيبي الغالي a زائد صفة يبقى ده غلط طب A وبعدين صفة وبعدين اسم يبقى الكلام ده صح بس بشرط يكون الاسم ده معدود ومفرد طيب إذن الإجابة كده أصبحت مين يا عم الحاج A cheat طب ليه ما نقولش dishonest كان ممكن أقول A dishonest player مثلا وأضرب لك هنا A وتبقى الإجابة كده صح لو كنت عايز تاخدها طب he not to have stolen her heart but I don't believe him as she doesn't like him بقول لك هو إيه إن هو خطف قلبها بس هي أصلا ما بتطقش تشوف وشه قدامها ديموند يعني يطلب رب يعني يسرق بليم يعني يلوم وكليم يدعي هو بيدعي ان هو خطف قلبها لكن هي لكنه بيشتغل نفسه لانها ما بتحبوش اساسا عايزك تعرف ان كلمه كليم معناها يودي بحياه ينهي حياه ناس يعني موتهم يعني the child tried to a for her for hurting his friend's feeling by giving him his toy الطفل حاول ان هو يعمل ايه على لان هو جرح صديقه مشاعر صديقه عن طريق ان هو اداله الدميه يعني الواد حاول يدي صديقه دميه علشان يعمل ايه في جرح مشاعره to compensate compensate معناها يعوض طيب وعايزك تعرف ان compensate بتساوي ميك اب فور الكلام ده عايزين نعرفه انت اكيد عارفه يعني بس احنا بنراجع compensate هتساوي ميك اب فور يعني يعوض شيئا ما فقده الجمله بعد كده نمبر 8 بيقول لك after the fighting a the naughty student was suspended from school بقول لك بعد الحادثة او حدث القتال اللي حصل في المدرسة او التشاجر الطالب الشقي اللي هو المشاغب تم طرده من المدرسة طبعا لسن حصة او درس incident ليها ثلاث معنى نعرفهم دلوقتي حالا ويبن سلاح وإدوكيشن تعليم انت فاكر اكيد معايا كده ان كلمة incident اتفقنا ليها ثلاث معاني معناها حدث بمعنى event ومعناها حادثة يعني accident ومعناها كمان clash يعني نزاع بين دول او كده struggle يعني نزاع فانت هنا بتقول لي بعد الحادثة بعد حادث القتال التقاتل اللي حصل في المدرسة الواد ده اتطرد to find the killer عشان يصل للقاتل the detective المحقق had to a the dark building for evidence المحقق كان لازم يعمل ايه في المبنى المظلم عشان يعرف يوصل لدليل بمناسبة كلمة evidence evidence يعني دليل proof يعني دليل وكمان كلمة argument اللي معناها جدال معناها برضه دليل murder القاتل imprison يعني يسجن conjugate معناه يصرف اللي هو التصريف الاول والثاني والثالث للفعل اسمه conjugations وinvestigate تحرى اكيد هنا investigate اللي هتساوي كلمه look into ولازم تفضل فاكرهم مع بعض several earthquakes زلازل عديده have not near the mountain causing a landslide العديد من الزلازل حصلت بالقرب من الجبل ادت الى حدوث يعني تجريف في التربه وكده occurred حدثت took place يعني حدثت exploded انفجرت وبلون اللي هي ايه انفجرت برضو بس انا قبل ما احل الجمله دي كان في جمله احنا حلناها قبل كده في المعاصر كان بيقول لك she has not to علي يا ترى هنا هنقول she has talked ولا she had spoke ولا هنا both يعني هما الاثنين ينفعوا وهنا عايزك تنتبه لفكره ان انت عارف اصلا يا مستر ان have و has عايزه بعدها past participle talked فدي صح طب speak spoken لأ دي تصريف تاني احنا عايزين بعدها تصريف تالت يبقى دي غلط اذا الاجابه هنا talked بس انت ليه بتقول لي كده القصه اللي مالهاش اي لازمه دي لا ليها لازمه هنا حضرتك انت هنا عندك have و has عايز بعدهم past participle talk دي غلط المفروض تبقى have taken place اذا الاجابه اصبحت awkward بس is a difficult crime to punish because it is often committed online بترتكب online اللي هي مين murder القتل piracy القرصنه theft السرقه terrorism الارهاب اكيد piracy ركز معايا بايرسي القرصنه طب بايرت يعني قرصان ويقرصن يعني القرصان الشخص اللي بيسرق ويقرصن يعني يسرق
his poor performance, his chances. أداءه اللي زي الزفت عمل إيه في الفرص بتاعته of joining the national team. أنت عايز تقول ضيع أو أهدر أو دمر. عايزك تعرف إن كلمة ruin يعني يهدر. بتساوي كلمة wreck يعني يهدر برضو. أو يدمر. بتساوي كلمة damage اللي معناها يدمر أو يهدر. زي كلمة destroy برضو كل الكلمات دي synonyms لبعضيها. وعندك ما تنساش كلمة spoil. حلو؟ قلنا قبل كده برضو إن كلمة spoils دي معناها الغنائم بتاعت الحرب. أكيد الناس اللي كانوا بيحفظوا معانا قبل كده فاكرين كل الكلام ده ومش محتاجين يكتبوا. طيب أنت بقى بتقول لك إن أداؤه السيء ده هو اللي بوظ له فرصته يبقى ruined. طيب went down يعني إيه؟ went down يعني انخفض أو قل. خد بالك دي معناها قل. طب أنت ليه ما نختارهاش يا مستر؟ خد بالك دي قل لكن ruined يعني أفسد أو قلل. دي قل يعني فرصته قلت لكن الأداء قلل من فرص الفوز. We all got A on hearing that our friend had been fired for embezzlement. تعال نشوف الاختيارات. أو الأول بيقول لك إن إحنا كلنا حصل لنا إيه لما سمعنا إن صديقنا أطلقت عليه النار for embezzlement يعني في حدث اختلاس أو سرقة. بورد يعني زهقان أو مل يعني شكد مصدوم ضلائت مسرور وبرموتد يعني تم ترقيته أو تم الإعلان عنه تم الترويج له. أكيد كلنا أصبنا بالصدمة يبقى we all got it shocked. ده معناها إن it was a shock لقد كان الأمر صادما. طيب we waited for. طب أنا عايز أرجع 13 ثانية برضو معلش هنطلع شوية كده تانيين. أنت قلت لي هنا إيه؟ قلت لي I was shocked يعني أنا صدمت. It was shocking لقد كان الأمر صادما أو it was a shock. خد بالك أنت هنا خدت لي A لأن ده نون وما خدتش هنا A لأن shocking دي adjective وشوكد مصدوم دي برضو adjective. طيب We waited for the announcement of the winner with احنا استنينا الإعلان بتاع الفائز B waited with bated breath يعني انتظرنا بقلوب متفطرة يعني مش قادرين نستنى. وقلنا ان احنا ساعتها كان ممكن نقول وين استنينا الفائز M B Chantley معناها بلا صبر. يبقى احنا استنينا الفائز with bated breath او we waited the winner من غير with. خد بالك نقول impatiently. We were over the moon when Celia احنا كنا فرحانين جدا لما Celia that she was going to get engaged. لما سيليا اعلنت انها ستخطب يعلن اعلان رسمي يبقى announced لكن advertise يعني يعلن عن سلعة او يعلن عن وظيفة. Being a talent teacher كونه معلم موهوبا his good reputation all over the city السمعة بتاعته حصل لها ايه في العالم او في البلد كلها انتشرت ينتشر اللي اسمها spread. طيب امال spread معناها منتشر. على فكرة كان ممكن نقول his good reputation was spreaded يعني كانت منتشرة. Some experts believe that unemployment go on rising this year. بقول لك ان بعض الخبراء بيتوقعوا ان البطالة سوف ربما من المحتمل ان تستمر ان ترتفع يبقى is likely to. Is likely to واحدة بواحدة كده دور عليها is likely to الاولى. طيب لرقم بي سوري رقم 18 many people find it difficult to get the A right. بقول لك بعض كثير من الناس يجدون من الصعب ان هم يحققوا التوازن الصحيح بين العمل والحياة او الوقت الفراغ. اسمها get the balance right. Get the balance right معناه يحقق التوازن المطلوب. Showing A against males, the presenter interviewed only female guests. لأن هو كان عنده إيه ضد الرجال فالراجل ده ما كانش بيعمل حوارات غير مع النساء بس. يعني هو كان عنده إيه؟ كان عنده تحيز. الشخص المتحيز اسمه بايس اللي هي رقم D. أمال إيه بيزس؟ بيزس يعني أسس. هوست اللي هو المضيف وبروجرام اللي هو البرنامج. وبالمناسبة كلمة بايس يعني يتحيز ومنها بايست اللي هو المتحيز اللي عكسه objective اللي هو الرجل الموضوعي. طيب تدخل على كده بعد كده على السؤال 20 don't judge anyone at first sight. ما تحكمش على اي حد يا عم من اول نظرة because first impressions are often لان الانطباعات الاولى دايما بتكون ايه يا ترى misleading مضللة accurate دقيقة mislaying جاي اصلا من كلمة lay اللي معناها يضع. طب مس ليه يعني يضع الحاجة في مكان وينساها يعني معناها كده يسيء وضع مثلا أو ينسى هو وضع فين. بعد كده مس برناونس يعني ينطق بشكل خطأ. طيب انت بقى أقول لك ما تحكمش على الناس من أول نظرة لأن الانطباع الأولاني دايما بيكون مس ليدنج يعني مضلل. وما تنساش ان مس ليدنج ممكن نحط مكانها مس جاي دينج اللي برضو معناها مضلل. طب it is important for the reporter to be totally A when relating the news. لازم الراجل بتاع الأخبار يكون إيه عندما يعني يخبرنا بالأخبار لازم يكون objective يعني
موضوعي. طبعا misleading يعني مضلل، inaccurate يعني غير دقيق، هو لازم يكون accurate. وbiased زي ما قلنا قبل كده معناها متحيز. خد بالك الراجل ممكن يعملك مقلوبة. It is important for a reporter not to be biased، ألا يكون متحيزا. أنت أكيد معاك قلمك ومش هكتب كتير عشان ما نطولش في الفيديو. objective معناها موضوعي، وobjective معناها هدف قليل أو قريب أو قصير. بمعنى أقول لك النهاردة قبل الفيديو ده ما يخلص عايزين نتعلم كذا حاجة كده، الهدف ده اسمه إيه بقى؟ اسمه objective. لكن لو أنت بتقول أنا عايز إن شاء الله أشتري عربية وأعمل وأعمل وأعمل، فده هدف هياخد وقت فنسميه aim أو goal. look at that sunburn، بص على الحروق اللي في جسمهم دول، في جسم البنت. she not forgot to put on her sun cream، أكيد نسيت تستخدم sun cream اللي هو الكريم الشمس. يبقى she obviously، من الواضح أنها نسيت أن تستخدم الكريم. خد بالك كلمة obvious يعني واضح، clear يعني واضح، و clear cut برضو معناها واضح للفهم، يعني واضح يمكن فهمه بسهولة يعني. طيب رقم 23 بقول لك I wonder what that noise was in the kitchen، أنا مش عارف الدوشة اللي في المطبخ دي. I'd better go and، أنا عايز أروح أستكشف أعرف أفحص إيه المشكلة اللي بتحصل. look ينظر، طبعا look يعني ينظر، مش هينفع أقول لك أنا أذهب لأنظر المشكلة. invest يستثمر، investigate يعني يتحرى اللي بتساوي لوك انتو، wonder اللي معناها يهيم او يتجول، وبعد لخبطها مع wonder اللي معناها اللي بالاو مش بالاي اللي معناها يتساءل. طيب سليم usually tells his wife that she is the why he is so successful، سليم ده راجل رومانسي شويه، دايما بيقول للمدام بتاعته ان هي الايه بتاع السبب نجاحه. كلمه سبب هنا يعني reason، طب ليه ما ناخدش cause؟ cause يعني سبب، ايوه بس ما يجيش معاها why. cause دايما معاها of. طيب result نتيجة، question يعني سؤال ومعناه يشكك. عايزك تعرف بقى موضوع reason ده احنا خدناه قبل كده 100 مرة، بس احنا نعيد تاني على سبيل المراجعة. عايزين نعرف ان في reason for او behind، ونجيب بعدهم اسم او ing، واتفقنا ان في reason why زائد جملة، واتفقنا ان في reason that وبعدها جملة برضو، في reason وجملة مباشرة، وقلنا ان في reason with اللي معناه يجادل معها بتساوي كلمة argue with. حلو، على سبيل التذكير طبعا لو انت عارف ما تكتبش تاني. طيب بعد كده رقم 25 the long a decision concerning the war is going to be taken soon، القرار الذي طال انتظاره، طال انتظاره اسمه long awaited. ليه رقم c the long awaited decision يعني القرار الذي طال انتظاره. خد بالك long awaited يعني طال انتظاره واحنا عارفين انه هيحصل، لكن waited معناها احنا منتظرينه ومش عارفين يحصل ولا لا. طيب a not is an instrument shows information as a row of numbers، الانسترومنت اللي هي الاداه يعني انهي اداه اللي بتبين لنا المعلومات as a row of numbers يعني على اسابيل الارقام، ما دامها ارقام يبقى ديجيتال. واتفقنا قبل كده لما يكون معاك 3 6 8 7 مثلا كل واحد من دول اسمه ديجيت يعني وحده رقميه. طيب ابدو finished serving a 2 year a at a carpenter، هو انتهى من سنتين ايه كنجار قبل ما يفتح ورشة لوحده، أكيد صبي يعني معنى كده اسمها apprenticeship. apprenticeship اللي هو تدريب يعني انتهى من سنتين تدريب قبل ما يفتح ورشة لوحده. my neighbor is so not that he never speaks to anyone unless he is yelling at kids، بقول لك ان جاري بيكون شخص ايه جدا، هو ما بيتكلمش مع اي حد، ما بيتكلمش مع اي حد، معنى كده ان هو راجل cheerful مبتهج، ده مبتهج ده مقضيها كلام مع الناس وضحك في وشهم. pleasant يعني صار بيضحك وفرحان، وبلامب معاها تخين متختخ كده ومظبط. جرامبي يعني عنيف او غاضب، دائما غاضب يعني معنى كده ان جاري ده غاضب ما بيكلمش حد. the police should be trained to deal properly، البوليس لازم يكون مدرب عشان يتعامل بشكل صحيح بشكل مناسب. وازاي يا ترى؟ steal يعني يسرق، common يعني شائع او منتشر، general يعني عام، وpublic اللي هو الشعب، لما تقول the public اللي هو العامة الشعب الناس يعني. طب سجدة has been grounded for 2 days for not tidying her room as a kind of، بسلامتها ما نظفتش الغرفة، فهم ادوها يومين عقوبة، عقوبة يعني punishment اللي هي رقم C، عكس punishment أو reward اللي هي مكافأة، وممكن نقول هنا praise اللي هو الثناء، compensation اللي هو التعويض، operation عملية، وخد بالك من دي، accommodation معناها الإقامة وهي اسم لا يعد. not the speed limits the careless driver got a speeding ticket، بقولك ان السواق المهمل ده خد غرامة، عمل غرامة يعني لأن هو تعدى السرعة، تعدى يعني انتهك يعني violating. يبقى الجملة هنا بدأ بأي ان جي يا مستر، عشان ده حضرتك زي ما اتفقنا قبل كده الجملة لو بدأت بأي ان جي يبقى ده مبني للمعلوم، طب لو بدأت بالبسط بالتسبل فده مبني للمجهول. فانت بتقول لي بقى بعد أن انتهك أو لأنه انتهك السرعة المحددة فهو تم تغريمه. my mom is a not source of love، أمي مصدر حب
ونصيحة وإلهام دائم في البيت. أكيد هنا مستمر أو دائم اللي اسمها constant. temporary مؤقت, non renewable يعني غير متجدد, invaluable. وده سؤال خربوش لأبعد حد. invaluable معناها بالغ الأهمية. طب ماشي, ما أنت ممكن تقول لي أمي مصدر بالغ الأهمية للحب والاحترام والحاجات دي كلها. هقول لك مش واخد بالك أنت من الآدي. الآدي عايزة عايزة ساوند, عايزة صوت ساكن. إن دي عايزة آن مش عايزة آه, فهنا الموضوع خداع. عشان كده هو كتب لك تحديدا آه, ما قالكش آه أو آن. يعني انتبه القصة دي. presenting a personal opinion as a fact is considered biased by. تعالى نترجم كده واحدة بواحدة. بيقول لك لما تقدم, بس تعالى قبل ما نحل السؤال نترجم وبعدين نرجع نقرأ السؤال. omission اللي هو البايس باي اوميشن اللي هو التحيز عن طريق الحذف, انك تحذف حاجات مهمه من التقرير اللي بتكتبه مثلا. بليسمنت انك تحط الحاجات اللي انت شايفها مهمه في الاول واللي انت مش شايفها مهمه في الاخر بكيفك انت يعني. طيب سبين اللي معناها التحيز عن طريق المراوغه او التحوير, يعني يحور في الكلام, يعني يحور في الكلام يفضل يهبط في الكلام ويقول لك العلماء قالوا مع ان العلماء ما قالوش ومش عارف فضيله الشيخ مين كده قال وهو ما قالش اساسا. طيب امال سباين, سبايل ده اللي هو الحبل الشوكي في العمود زي العمود الفقري في جسم الانسان كده. طيب المهم بقى انك تقدم معلومات شخصيه على ان هي حقائق, انك تلف على الناس يعني, يبقى ده اسمه سبين, اسمه التحيز عن طريق التحوير. طيب انا ككاتب انا ما بحبش اترك ليف اوت, يعني اترك, وانا قلت لك قبل كده اربطها دايما, لما تلاقي ليف اوت يبقى اعرف ان دي اسمها اوميشن على طول. انا ككاتب ما بحبش اني اترك حقائق لما اكون بكتب, والا انا هيتم اتهامي باني عندي تحيز بالحذف اللي هو رقم اي, اوميشن التحيز عن طريق الحذف. طيب اللي بعد كده, سام بريف بعض الايه الشجعان دخلوا الجيش من غير ما يتم اجبارهم على ذلك عشان يدافعوا عن الوطن. اكيد الفولنتير المتطوعين الشجعان. طيب بيرسون يعني شخص, ميوتينير اللي هم المتمردين, ويبنز اسلحه. موست اوف ذا ترافيك رولز معظم القوانين المرورية ار سيت باي باسنجر ترانسبورت اي تم وضعها بقى عن طريق سلطه النقل الركاب او سلطه نقل او سلطه النقل والمواصلات مثلا. درايفر اللي هو السواق, روت اللي هو المسار, اوثوريتي اللي هي السلطه, واوثر المؤلف اكيد تم وضعها عن طريق سلطه المواصلات يعني هيئه النقل والمواصلات يبقى اوثوريتي. طيب بعد كده رقم 37, teaching is not very rewarding but it can instill دي معناها يغرس زي كلمه implant, خد بالك احنا خدناها قبل كده الكلمه دي. moral values in children التدريس ليس مجزيا ايه بس هو مهم لانه بيغرس قيم في الاطفال. اكيد ليس مجزيا مورالي اخلاقيا, لا ما هو انت قلت لي بيغرس قيم في الاطفال يبقى هو مجزي اخلاقيا. بيرسونالي شخصيا, فاينانشلي, وبيسفولي بيسفولي يعني سلميا, اكيد هو ليس مجزيا ماليا لكنه بيغرس قيم في الاطفال. there was a traffic congestion كان في ازدحام مروري, because the road was a by an overturned truck. overturned يعني مقلوبه, الطريق كان مزدحم لان هو كان واقف بسبب ان في عربيه مقلوبه يبقى بلوكد اللي معناها مغلق. driving اللي هي تصريفات من drive يقود, crossed معناها عبرة, repaired يعني صلح. at work yesterday I felt so tired امبارح في الشغل انا حسيت ان انا تعبان, that my manager gave me a to leave early لدرجة المدير اداني اذن تصريح ان اطلع اروح بدري اللي هو permission. طبعا permit يعني اذن رسمي, omission اللي هو الحذف, وpromotion اللي هي الترقية. بعد كده بقول لك don't take this a but I think you need to have your long hair cut. بقول له ما تاخدش الموضوع ده بشكل شخصي, بس انا شايف انك المفروض تحلق شعرك عشان احنا عرفنا من شكله. طيب بشكل شخصي يبقى personally, person اللي هو الشخص, personal شخصي, لكن personally بشكل شخصي دي ظرف جاي بعد الفعل, personality اللي هي شخصيه الانسان الشخصيه. احمد is very rich احمد ده غني جدا, he can earn a lot of money from selling clothes. انت عارف ان مع money احنا قدامنا كلمه من اتنين, ممكن نقول مستر يا مستر ميك ماني, ممكن نقول earn ماني, الاثنين دول دايما بيجوا مع ماني. حلو, فانا قدامي هنا جين, لا دي بتيجي مع الخبره والمعرفه والشهره والسمعه, وين يعني يفوز بميداليه ويفوز بالكاس او يفوز في مباراه يفوز في اي مسابقه. ميك ماني زي ما اتفقنا, ودو ما لهاش علاقه بالفلوس. وممكن نقول وين ماني لو انت كسبت الفلوس في مسابقه, انتبه, يبقى ميك ماني وايرن ماني لو انت كسبانها من شغلك, وين ماني لو انت كسبان فلوس في مسابقه. today's victory will compensate for last week's defeat الانتصار بتاع النهارده ده هيعوضنا عن خسارة الأسبوع اللي فات. السينم بتاع كلمة compensate يعني كلمة compensate يعني يعوض, يبقى بتسوي make up for زي ما اتفقنا. our neighbor is a grumpy man جارنا رجل شديد الغضب. الكلمة اللي بتساوي grumpy irritable سريع الغضب صح, bad tempered يعني سيء المزاج يعني برضو غاضب, ill natured يعني بيغضب بسرعة برضو كلهم زي بعض, يبقى أول R okay. the first edition of the dictionary الطبعة الأولى من القاموس in 1990
انت عارف اكيد ان كلمة يصدر حاجة من اتنين، يا اما come out يا اما was published. تاني كده، كلمة يصدر حاجة من اتنين، يا اما انك تجيب came out او انك تقول لي be published، ولازم مع published يكون في verb to be عشان تدي معنى ينشر. يبقى الكتاب نوشير يبقى came out او was published، فانا قدامي came out. طب ما هي published اهي، بس احنا عايزين was. Our company is offering a better product, a lower price nowadays. بقول لك ان شركتنا بتقدم منتجات باسعار منخفضه هذه الايام. قبل ما احل الجمله دي عايز تفتكر معايا تركيبات كده معينه. عايز تعرف ان بتيجي مع نمبر، نمبر، وان بتيجي كمان مع لانج ويج، لكن ات بتيجي دايما مع برايس. وضربني مثال عشان افهم، هضربك مثالين ثلاثه. بص معايا، اقول لك مثلا هي سنت مي مثلا بوكس ان بيج نمبرز، باعداد كبيره. او اقول لك توك تو مي ان انجلش، تحدث الي باللغه الانجليزيه. او بيع لي الحاجه دي ات ا لوور برايس، يعني بيعها لي بسعر مخفض، بسعر قليل محدود. اذا هنا يا مستر مدام في برايس يبقى انا عايز ات ودي ات. طيب وركينج از ا ايه؟ ذا مان مانجد تو فورج ا بار اوف ايرون، مدام فيها حديد يبقى الراجل ده شغال بلاك سميث، اللي هو رقم سي بلاك سميث. The A had to find a good lawyer، كان لازم يدور على محامي كويس عشان يدافع عنه. Defend him يعني يدافع عنه. مين هو يا ترى؟ أكيد المتهم، ال convict. Witness اللي هو الشاهد، و accuser دي المتهم اللي راح بلغ فيك اسمه accuser، أنت اللي بلغ فيك تم الإبلاغ عنك يبقى اسمك victim. و judge ده اللي هيحكم بيننا القاضي. Suffering from depression، لأنه كان بيعاني من الاكتئاب. The young man decided to not suicide، اللي بيقول لك إن الراجل ده كان بيعاني من الاكتئاب فقرر to commit إن هو يرتكب suicide، اللي هو يرتكب جريمة الانتحار. The young girl rubbed her nails with، البنت عملت اظافرها باستخدام الفايل اللي هو المبرد، اللي هو مقصود بهنا المبرد اللي في القصافه يعني. The child almost fell off his chair، الواد وقع من على الكرسي بتاعه. But his mother ate his arm at the last second، بس امه عملت ايه في اخر لحظه قبل ما ينزل على الارض يتكسر. Mom to grab it، grab it يعني جذبت، شدته من دراعه. طيب graded دي معناها درجه، يعني جعل الشيء مدرج، يعني صعب وبعدين او سهل، اصعب شويه، اصعب 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 كده. The accused was brought into the court in، الشخص المتهم احضر للمحكمه. in اكيد مربوط بالاصفاد اللي اسمها هاند كافس او ليج ايرنز، يعني لو احنا خايفين منه قوي. After so much rain، بعد كميه كبيره من المطر. The field became a not so with an area of land، والجمله دي مهمه جدا. بقول لك بعد المطر اللي حصل المزرعه اصبحت ايه، وبعدين في الاخر كده قال لك ايه، ارض مبللة، أرض يابسة بس عليها مية، إذا ده مارش اللي هو رقم إيه. طب ليه ما يقولش أوشن؟ أصل الأوشن ده المحيط، لكن هو الراجل بيقول لك أرض يابسة وعليها مية يعني مستنقع. علي ريماونتد هيز بايسيكل أند إي أوف فور سكول، علي جهز العجلة بتاعته وانطلق، ينطلق اسمها سيت أوف على بعضها كده، ينطلق يبدأ الرحلة. I nearly out of my skin، طبعًا إحنا زهقنا من المصطلح ده، jumped out of my skin when I heard loud crash، يعني اتخضيت من الآخر يعني. People are unhappy and satisfied، هنا المفروض تبقى people are unhappy and unsatisfied أو dissatisfied، يعني غير مرضيين. Often for no obvious reason، من غير سبب. الناس دول اللي هم اسمهم grumpy people، الناس اللي هم سريع الغضب. بعد كده بقولك living next to the A، العيشة جنب الـ A can give anyone، المهم العيشة جنب A ممكن تخلي واحد مرعوب، أكيد جنب الـ graveyard اللي هو المقابر. With the A fitted to his legs، اللي مربوطة في رجله، يبقى leg irons على طول. أسئلة كلها لطيفة وجميلة وينفع تيجي في امتحان ثانوية عامة. الجزئية التانية بقى معانا في الفيديو النهاردة أسئلة الـ grammar. Mr. Ahab arrived when two boys were fighting، المستر إيهاب وصل لما كان في اتنين ولاد بيتخانقوا. طيب اتنين ولاد عندما كانوا يعني معنى كده ان الصراع كان مستمر، وبانه كان مستمر يبقى تقول لي از، بينما كانوا يتقاتلون، بينما كانوا يتقاتلون، يعني هم التلاته اي بي سي نفس المعنى. طيب انت اصلا عارف ان وايل واز جاست از بيجي بعدهم مدى مستمر، فهم التلاته نفس المعنى. وين وي وير ان الكسندر، لما كنا في اسكندريه. وي تو ذا شوبس، دي عاده في زمن الماضي، والعادات دايما تكون مضارع بسيط، فهنقول اوفن ويند. طيب وانت بتحل الجمله اصلا انت قدامك وين، اي رابط جبت معاه ماضي، فما ينفعش الناحيه الثانيه يكون في مضارع، فتستبعد دي. طيب عبد الحليم حافظ was a great singer، عبد الحليم حافظ كان مغني عظيم. هو not over 300 songs، الذي غنى يبقى سانك اللي هي رقم بي. طيب عشان هو اصلا مات فده ماضي، ده مضارع مش معانا. مش عارف اقول لك عبد الحليم حافظ كان مغني عظيم، كان بيغني كذا، لان احنا قلنا لما يذكر العدد ما ينفعش مستمر، ما ينفعش مستمر، يبقى الاجابه اصبحت بي. When he arrived، لما وصل. We not our lunch، لما وصل يا ترى كنا بناكل ولا كلنا، احنا مش عارفين. I asked him to eat، قلت له تعالى كل معايا، بس احنا كنا مستمرين في الاكل ساعتها.
مع ان احنا كنا مستمرين يبقى we were having اللي هي رقم A. طب ازاي يا مستر انت قلت لي we're having مش احنا متفقين ان have ما تجيش مستمر؟ ما تجيش مستمر لو معناها يمتلك لكن غير كده تيجي. طيب انت بس ركز معايا في الجمله دي كمان عشان هنطلع بيها بره كده ونكتب جملتين تانيين زيها عشان تعرف الفرق بين الاثنين. لما تقول مثلا when he arrived, when he arrived we not, so we asked him to eat with us. يا ترى هنا هنقول had eaten ولا نقول were eating مثلا؟ نفس الجملة when he arrived we not, there was no food for him to eat. يا ترى هنا برضه هنقول had eaten ولا were eating؟ الترجمة العربي يخرب بيتها هي الحل. بقول لك في الجملة دي بقول لك لما هو وصل احنا ايه عشان كده قلنا له اقعد كل معانا، اكيد احنا كنا بناكل كنا مستمرين في الاكل. لكن في الجملة التانية لما هو وصل احنا كنا كلنا اصلا عشان كده ما تبقاش اكل، يعني ده حصل اول وبعدين هو وصوله حدث تاني. طيب ارجع بقى لجملتك رقم 5 بقول لك when my fiancee arrived لما خطيبي وصل احنا الغدا we were waiting for him to arrive احنا كنا مستنيين اصلا عشان يوصل عشان ناكل مع بعض. يعني معنى كده لما هو وصل يعني وصول ده حدث اولاني وبعدين احنا اكلنا لان احنا اصلا كنا مستنيينه فهو وصل وبعدين اكلنا فالاكل حدث ثاني فماضي بسيط اهي على طول. عايزك ما تقولش ان وين بعدها ماضي بسيط وماضي تام وما تعملش الحاجات الهطله دي، خليك كده انسان ايه برنس. ادي عندي حدث اولاني وده حدث ثاني، الحدث الثاني ما ينفعش غير ماضي بسيط فخدنا ماضي بسيط. طيب this is the first time we هنا بقى عايزين نعرف حته. انا اكتب لك الحته دي كده انت عارفها اصلا قبل كده the first time اول مره we ومضارع تام او فور ضمير مفعول ضمير مفعول تو والمصدر. طب اديني مثال this is the first time we have played this is the first time for us to play for me to play ايا كان بقى. فانا قدامي في الجمله هنا جاب لي this is the first time we يعني جاب لك فاعل اذا عايز مضارع تام يبقى have eaten. بعد كده طبعا انا ممكن نعملها بالطريقه الثانيه فاقول لك this is the first time for us to eat. طيب بعد كده زهراء was tidying her room she heard the doorbell. زهراء كانت مستمره في تنظيف البيت عندما سمعت الجرس. عندما يبقى when اللي هي رقم A. in those days في تلك الايام those دي بتشيل الماضي وعايزك تتاكد عليه كويس عندك لما يقول لي this او this فده بيشيل المضارع لكن that او those فده بيشير دايما للماضي. حلو طيب فانت بتقول لي in those days الايام اللي ماضيه الماضيه يبقى انت كده عايز ماضي بسيط يبقى left. طيب unfortunately I not all my money already انا بالفعل صرفت كل فلوسي what can I do يعني كان هي مضارع و already مضارع يبقى انت عايز مضارع تام يبقى I have spent. محمد تو طنطا وهو ناوي ان شاء الله يرجع الاسبوع المقبل يعني معنى كده ان هو ذهب ولم يعد يبقى انت عايز has gone. طب يقول لك بعدها محمد not to طنطا two hours ago حط لك ago يبقى كده قتل الجمله وده ماضي بسيط ما ينفعش نفكر في غيره يبقى went. I wore my father's shirt as mine. انا لبست الجاكيت بتاع بابا الشيرت بتاع بابايا لان الجاكيت بتاعي كان يغسل يبقى انت عايز ماضي مستمر بس مبني للمجهول was being washed. تاني كده انا لبست الشيرت القميص بتاع بابايا لان قميصي كان يغسل. It is one of the most exciting matches. ده واحد من افضل الماتشات المثيره التي سمعتها. سمعتها يبقى انت كده بتتكلم على مثبت فاللي فيها نيفر دي مش معانا تمام ونيفر دي برده مش معانا. حلو طيب باقي معايا I have ever watched و I was ever watching. طب ما هما الاثنين اهو يا مستر فيهم ever انت عارف انك بتقول لي is يعني ده معناه انها مضارع ازاي تاخد was يا مستر؟ اذا الاجابه اصبحت I have ever watched والمعنى على بعض احنا متفقين عليه انك لما تجيب لي تفضيل و have ever past participle يعني اول مره تعمل الشيء ده. I'm dead tired انا تعبان جدا. قبل ما احل الجمله دي عايزك تيجي معايا هنا شويه عشان عارفك انت هتسال في دي. لما تقول لي my mom is did tired she not يا ترى هنقول has been cooking ولا هنقول has cooked. وجمله ثانيه my mom is sleeping حلو she يا ترى has been cooking
ولا has cooked؟ السؤال، انت لما تقول لي في الجمله دي ان امي دلوقتي تعبانه جدا، اصل هي بتطبخ طول اليوم، هناخد دي. طيب ليه ما ناخدش has cooked؟ ما هو لو has cooked يعني طبخت، فالتعب خلص. هو ايه اللي تعبها؟ الطبخ. طول ما هي تعبانه يعني معناها انها بتطبخ. اللي يوضح لك اكتر ان امي دلوقتي نايمه، حلو، يبقى هي لسه بتطبخ ولا طبخت؟ اكيد ما دامها نايمه يبقى الطبخ ده خلص، ف has cooked. هو ده اللي هنعمله في الجمله دي. بقول لك ان انا تعبان جدا، اصل انا بشتغل طول اليوم منذ الساعه 7، يبقى I have been working اللي هي نمبر دي. امال لو قال لك I am reading a book، انا بقرا كتاب، يبقى موضوع الشغل خلص، فكنت هقول لك I have worked. طيب وهنا برضو عايزك تعرف الجملة الغريبة دي كمان فكرتها بتيجي مع سينس. ممكن اقول لك مثلا we met علي، احنا قابلنا علي، نقطة. we not him since he left. حلو، يا ترى انت هتقول لي هنا we haven't met ولا we hadn't met؟ نفس الجملة برضو، we not علي since he left. يا ترى هنا هنقول haven't met ولا نقول hadn't met؟ القصة دي خلاصتها في الآتي. الجملة الأولانية أنت بتقول لي إحنا قابلنا علي بالفعل، إحنا أصلا ما كناش قابلناه قبل اليوم ده اللي هو كان ماضي، فمعنى كده إن هنا كمان ماضي، يبقى هتقول hadn't met. طيب الجملة اللي بعدها، إحنا ما قابلناش علي منذ غادرة، since قبلها جملة واحدة، يعني معنى كده إن مضارع تام في haven't met. عايزك تفهمها كده، since لو جبنا قبلها واحدة بس تبقى مضارع تام. طب since لو هنجيب قبلها حدث الأول ماضي، يعني ركز، لو جبت قبلها حدث ماضي فلازم الجملة دي تكون ماضي برضو وماضي تام، عشان هو إحنا عارفين إن هنا مضارع تام فهنقدمه يبقى ماضي تام. يبقى since قبلها جملتين اتنين هما الاتنين ماضي، طب since قبلها واحدة بس مضارع تام. لو أنت فهمتها بالفهم أحسن لك. أنت بتقول إحنا قابلنا علي امبارح مثلا، احنا ما كناش قابلناه قبل امبارح من يوم ما غادر. طيب بعد كده my father not for work just now، ابي للعمل just now يعني الان، يعني امتى؟ يعني غادره. عشان ننهي يعني صراع كده دامي في موضوع just now دي، هقول لك كلمتين. just now دي لها معنيين، المعنى الاولاني معناها a very short time ago، يعني معنى كده ان هي بتدل على زمن ماضي بسيط هنا بالمنظر ده كده، حلو. المعنى الثاني معناها at this time او at this moment، at this moment يعني معنى كده ان هي زمنها مضارع. طب اضربني مثال. المثال الاولاني على انها ماضي، لما اقول لك مثلا where، المثال ده انا جايبه لك منين؟ من اللونج مان ديكشنري تحديدا، لان عارف ان هيطلع بلبله كتير كده، والجمله دي ماضي ولا مضارع، خطا الكلام كتير كده يعني، فعشان حبيت اختم لك. اقول لك مثلا where have my glasses gone، فين نظارتي يا جدعان؟ I had them just now، يعني هم كانوا في دي حالا. حلو، فكلمة had دي ماضي بسيط عشان just now، ده استخدام التاني. ممكن اقول لك بقى في جملة تانية we are busy just now، احنا مشغولين دلوقتي. can you talk to us later، ممكن تكلمنا بعدين. فخد بالك انت قلت لي are مضارع اهي مع just now، اذا عايزك تفهم ان just now دي لها استخدامين، معناها a very short time ago ده كده ماضي بسيط، او at this moment يبقى كده مضارع. طيب انا قدامي يا مستر بقى my father not for work just now، معناها ان بابايا راح الشغل حالا، يبقى ده ماضي، فناخد left على طول. طيب انا هنا بعد كده بقول لك محمود went to the cafe، بص محمود راح المقهى وقعد هناك على كرسي وطلب معرفش شاي. يعني بص انت قدامك هنا كما، يعني كانها انت، عمل وي عمل وي عمل، لو قال لك 70 عمل فكلهم هيبقوا بنفس الزمن، فعشان كده ناخد ordered اللي هو كده اللي هي الشيشه يعني من الاخر كده، واد لطيف. وي نوت ا لوت اوف فان ديورينج ذا بارتي، ديورينج ذا بارتي يعني اثناء الحفله. ذا اذر داي اليوم اللي فات، يعني معنى كده الجمله موضوع ماضي، والماضي اللي عندك الوحيد هنا هو هاد، وانت عارف ان ديورينج اصلا مع ماضي مستمر وماضي بسيط، فكده كده ماضي بسيط لو هاد. كريم نوت تو هوسبيتال بات دايد، لكنه مات سون افتر ووردز، بعدها على طول. طيب معنى كده ان هو مات ده ماضي يا مستر، فمش هينفع افكر في مضارع، فهستبعد المضارع. طيب انت عايز تقول كريم اخذ ولا اخذ؟ لا اخذ، عايز مجهول، هات تيكن اخذ وتوك اخذ، اذا الاجابه اصبحت ووز تيكن. طب ما هي هاز بين تيكن يعني اخذ برضه، بس ده مضارع، انت عايز ماضي عشان كده قلت لي ووز تيكن. ذيس كايند اوف فيلوك، النوع ده من المراكب، سينس ذا تايم اوف ذا فيروز، النوع ده من المراكب بيستخدم، يستخدم يبقى has been used اللي هي رقم
has been used اللي هي رقم D. طب ليه ما خدناش had been used؟ عشان since عايز قبلها مضارع تام وبعدها مضى بسيط او مدة زمنية فاخدنا has been used. طب while A home a fire's dog barked at us. اثناء ايه المنزل الكلب نبح فينا. مين اللي كان مين اللي بنبح؟ الكلب. طب مين اللي كان ماشي؟ احنا. يبقى الفاعلين مختلفين فما ينفعش نحذف الفاعل، فعشان كده هنقول we were going. هتقول يا مستر طب ما انا لو قلت اثناء الذهاب للمنزل الكلب نبح مفهوم ان احنا اللي كان ماشيين اكيد. هقول لك لا ما تاخدهاش بالحب. وايل عشان احذف الفاعل لازم يكون الفاعل الاولاني هو نفس الفاعل الثاني. احنا لما جينا نجرب لو انا قلت لك وايل جوينج مش عارف مين اللي كان بيمشي، فاروح الجمله الثانيه الاقيها بادئه بمين؟ بالكلب. ده معناها ان اثناء الكلب ما كان ماشي الكلب نبح. طبعا ده تهريج. employees were not allowed to go home. الموظفين لم يسمح لهم بالذهاب للمنزل. working hours. working hours دي اللي هي ساعات العمل. واحنا قبل كده خدنا الموضوع ده، قلت لك ان انت ممكن تجيب بعد during ing. لا ما ينفعش خالص، ده غلط غلط غلط. لكن لو انت قلت لي during وجبت لي بعدها verb مضاف له ing زائد اسم جمع فهي تنفع هنا. زي ما اقول لك مثلا during waiting hours يعني اثناء ساعات الانتظار وهكذا. اذا هناخد من هنا، هناخد هنا during. يبقى during working hours يعني او معناها اثناء ساعات العمل. طيب اماني not visit her uncle when she when he was طبعا دي was alive. ادي when وبعدها ماضي فاللي قبلها لازم يبقى ماضي. حلو. طب never use دي مضارع. طيب was used to عايزين بعدها ing وده مصدر فهنستبعدها. got used to عايز بعدها برضو ing فهنستبعدها لان معايا مصدر. اذا الاجابه اصبحت في 22 used to اللي هي اعتدت انا. طب ده معناها لما تقول اماني used to visit ده معناها ان she no longer does او she no longer visits her uncle. عمرو زكي used to be اعتدى ان يكون famous footballer but he isn't any more او any longer واحده من الاثنين. انا قدامي more وفي الجمله دي ينفع نقول any longer. وسريعا كده عشان افكرك ايه الفرق بين any longer any longer و any more الاثنين دول يعني وبين no longer. دول بيجوا في اخر جمله منفيه. I don't read anymore او I don't read any longer. طيب امال ان never و no longer دول في نص جمله مثبته لكن هما اللي هيدوني معنى النفي. بمعنى I no longer smoke يعني انا لم اعد ادخن. خد بالك no longer جت في نص الجمله والجمله مثبته بس هي اللي تديني معنى النفي. طيب وبناء عليه حضرتك كده خدت لي مين؟ خدت لي هنا but he isn't any longer. طب سؤال هو ليه ما قلناش he isn't؟ ليه ما قلناش مكانها he doesn't؟ ما اصل هو قال لك هنا عمرو زكي used to be والفكره بتاعتها اللي انا قلت لك عمرو used to play well but now he. يا ترى هنقول هنا isn't ولا هنقول doesn't ولا هنقول does؟ والله يا مستر انت قلت لي عمرو used to وبعد used to جبت لي فعل في المصدر. حلو. طب اذا الناحيه الثانيه هنا انا عايز فعل برضو يكون دو لان الفعل المساعد اللي هناخده مع بلاي هو دو او داز. هي عايز داز. طب ما انا قدامي دازنت وداز ده مثبت انت تاخد الناحيه الثانيه منفي. طب لو قال لك عمرو didn't use to help مثلا but now he هتقول لي هنا داز ولا دازنت ولا isn't؟ برضو هقول لك نفس الفكره. انت قلت لي use to جايب لي بعدها فعل اللي هو هيلب. الفعل المساعد اللي ناخده الهيلب اللي هي المضارع دي هو دو او داز. فانا افكر في داز ودازنت. ازنت مش معانا. طب ده didn't use منفي الناحيه الثانيه يبقى مثبت يبقى داز. والمعنى العربي اصلا هو اللي اقول لك عمرو اعتاد ان يلعب جيدا لكنه الان لا يفعل. طب في دي عمرو لم يعتاد ان يساعد احدا لكنه الان يفعل لكنه الان يساعد. طب لو انت قلت لي عمرو used to be calm but now he isn't ولا doesn't؟ هقول لك use to جايب بعدها verb to be يبقى انت عايز ان حد verb to be يبقى but now he isn't. طيب من الاخر بقى كده used to وفعل في المصدر الناحيه الثانيه تفكر في حد معيد do. طب used to وverb to be الناحيه الثانيه برضه هتفكر في حد معيد verb to be. طيب ارجع بقى لجملتنا when she was a young child لما كانت طفله صغيره Celia chicken but now she likes it اللي هي اليومين دول بتحبها. يبقى انت عايز هنا معنى منفي عايز تقول لي ما كانتش بتحب لكنها دلوقتي بتحب. تعال نشوف is used to hitting. والله يا مستر بص هو كلمه hit دي اصلا ما تجيش في المستمر ثانيا الجمله اصلا ماضي فدي مش معانا. طب used to hit هفكر فيها.
طب would hate ما ينفعش استخدم would مع افعال التقرير اللي هو كلمه hate ولايك والناس دي، فدي مش معانا. get used to hate اصلا to hating اصلا كده كده سيليا مفرد، فكان المفروض نقول gets يبقى دي باظت. اذا الاجابه اصبحت used to hate. وهنا ممكن نقول حاجتين، when she was young child سيليا used to hate او didn't use to like. I not working such long hours when I started this job. working الفعل مضاف الاي ان جي فused to مش معانا. ومع كمان عندك am ما تنفعش لانك انت قلت لي started يعني جمله ماضي وام دي مضارع. never used to ما ينفعش never used to لانك عايز مصدر وهنا ing. شوف انت بتطلع الحاجات كلها بايظه وتختار الاجابه الصح تلاقي الدنيا ماشيه معاك حلاوه. while I not at college هنا في خلال 26 دي قبل ما احلها عايزك تفتكر معانا، لان كنا بنقول قبل كده while ممكن اقول لك while I was in Egypt دي كده صح، او while احذف I was واقول لك while in Egypt دي برضو كده صح. لكن لو انت قلت لي while I was being in Egypt فدي كده خطأ 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 خطأ، اوعى تعملها لان ده مصيبة. ما ينفعش تقول لي was being وتجيب لي بعدها ظرف was being بعدها past participle. طيب يبقى while I at college يبقى while I was، وكان ينفع نقول while at college على طول. have you eaten all the food؟ ايه ده، هو انت لحقت تاخد الاكل كله؟ يبقى ده سؤال هدف منه التعجب فناخد already. طب لو الغرض منه التذمر واظهار الضيق ناخد yet. it's such a long time it's مدة زمنية مباشرة تاخد since وانت مغمض عينك. it's two days since it's a long time since it's one day since وهكذا. I'd rather you مع I'd rather في حاجات انت خدتها قبل كده. I'd rather فاعل فانا عايز هنا ماضي بسيط او ماضي تام. الاختيارات ده مضارع تام مش معانا، وده مضارع تام مش معانا، وده ماضي بسيط هنفكر فيه، وده مضارع مستمر. اذا الاجابه اصبحت didn't رقم C. تاني I'd rather فاعل ماضي بسيط، لكن لو شلنا الفاعل يبقى I'd rather master. مستر جمال هاز وركد ان سانتا فور 10 years. المستر جمال اشتغل في السانتا 10 سنين. قبل ما احلها عايز اقول لك الفكره، ان عندك فور دي بيجي معاها مضارع تام وبيجي معاها ماضي بسيط. لو خدنا مضارع تام يبقى حدث ده لسه مستمر، لو خدنا ماضي بسيط يبقى حدث ده انتهى. الراجل بيقول لك ان هو اشتغل في السانتا 10 سنين، ده معناها انت بس خد بالك وقال لك ايه has worked، يعني هو مستخدم مضارع تام يعني معنى كده الحدث ده لسه مستمر. طيب ده معناها يا ترى ان هو no longer works لم يعد يعمل؟ لا. طب ان هو انتقل لمكان اخر؟ ما هو انتقل لمكان اخر يعني لم يعد يعمل، والراجل قال لك مضارع تام يعني لسه شغال. توقف عن العمل برضو لا، يبقى كده none is okay يعني ولا واحده صح. امال مين الصح يا مستر؟ الصح كان المفروض نقول that means he still works انه ماذا لا يعمل. امال امتى كان ممكن نختار A و C و B؟ لو قال لك مستر جمال worked. طيب بعد كده عبده not a pretty woman last week. طيب بقول لك عبده تزوج من امرأة جميلة last week، كلمة ده على زمن ماضي بسيط، يبقى نستخدم married رقم A. طب ليه ما نقولش used to؟ ما هو قلت لك ان الحاجة اللي محدد لك زمن فيها ما ينفعش يكون عادة ما تبقاش عاد. ينفع اقول لك هو اعتاد ان تزوج الاسبوع الماضي؟ مش منصر. seeing the policeman the thief ran away. رؤية ضابط الشرطة اللص جرى، هو أكيد بمجرد أن، بمجرد أن اللي هي أن، أنت عارف أن أن معناها بمجرد أن، زيها as soon as بالظبط، بس الفرق بينهم أن as soon as عايزة جملة سليمة، لكن أن عايز ING. during يعني أثناء، مش هينفع أقول لك ساعة ما كان بتفرج على الضابط، while برضو زيها، وأنت عارف أن just as زي while. طيب غير كده أنه during مش هينفع بعدها ING. our problems have multiplied، مشاكلنا تضاعفت last year، السنة الماضية. بص يا مستر الجملة دي قبل ما احلها كده عايزك تاخد بالك من حتة كده. our problems have increased مثلا، خلينا ناخد مثال مختلف. و our problems نفس القصة بس increased. هنا مع الأولانية لو أنت قلت لي our problems have increased فأنت استخدمت المضارع تام فهتقول لي since last week. طب لو انت قلت لي انكريز ماضي بسيط فهتروح انت مستخدم لي لاست ويك على طول. ليه؟ لان لاست ويك كلمه داله على الماضي البسيط فخدنا ماضي بسيط. طب سينس عايز مضارع تام فخدنا سينس مع مضارع تام. طب الجمله بتاعتي اللي قدامي كده عشان اكون واقعي كده بقول لك ان اور بروبلمز هاف مالتيبلايد، يبقى ده مضارع تام فحضرتك عايز هنا سينس، يبقى سينس لاست ويك. طيب امال امتى نختار نو وورد لو كانت دي ماضي بسيط؟ عارف لو قال لك اور بروبلمز مالتيبلايد لاست ويك مش محتاجين كلمه. سليم هاز ايتن 5 ساندويتشز، سليم كل 5 سندوتشات، ده مضارع تام. يسترداي ماضي بسيط، اجو ماضي بسيط، لاست نايت ماضي بسيط، يبقى سو فار عشان الجمله مضارع تام. الجمله الاخيره شاهد يوزد تو بي جرامبي بات ناو شي، نفس اللي كنا بنحكي فيه هنا يوزد تو وجايب لك معاها بي. هنرجع بالورقه كده تاني شويه صغيرين.
ادي قبل يوز تو بي، فما ينفعش استخدم غير الناحيه الثانيه غير فيرب تو بي. طيب اذا انا استبعد doesn't واستبعد didn't ومعايا بقى isn't ولا wasn't اترجم. بقول لك ان شهد اعتادت ان تكون غاضبه لكنها الان لا تكون. الان انت قلت لي الان، يبقى ده isn't على طول مضارع. طب افرض قال لك شهد didn't use، كنا الناحيه الثانيه قلنا is. خلصنا كده الاسئله وهندخل بقى على جزئيه المحادثه نحلها بالمره عشان يبقى خلصنا كل الاسئله اللي في الوحده، عشان لو في حد معانا اظهر المحادثه يا سيدي. بقول لك ويلكم، طبعا ده بين ريسبشنست وبين كلاينت. لو في سطر فوق كده انصحك تقراه، لان هو في الغالب بيكون في توجيه ليك تعمل ايه. ويلكم تو اور هوتيل، اهلا بك يا فندم في الفندق بتاعنا. الراجل الموظف الاستقبال سال سؤال، رد عليه قال له ايد لايك تو بوك ا روم، انا عايز احجز غرفه لو سمحت. يبقى الراجل ده قال له ايه؟ هاو مثلا، هاو كان اي هيلب يو، كيف لي ان اساعدك؟ فقال له انا عايز احجز غرفه لو سمحت. دو يو هاف اني فاكسينز، يعني عندكم اوض فاضيه؟ فقال له يس سير. وسال سؤال الراجل قال له سنجل، يبقى كده السؤال كان سنجل اور دبل، حضرتك عايز غرفه فرديه ولا غرفه مزدوجه؟ فقال له سنجل لو سمحت. سال سؤال فده قال له 3 ليالي، يبقى هيقول له كم عدد الليالي اللي انت تقعدها معانا؟ يبقى هاو ماني نايتس، ويسكت. او هاو ماني نايتس وود يو ستاي ويز اس مثلا، هتقعد عندنا كم ليله؟ طيب وود يو راذر هاف ا روم، انت عايز غرفه تكون بتطل على النيل ولا على برج القاهره؟ فالراجل قال حاجه كده ويتش ايفر وان از تشيبر، الارخص. فهيقول له ات دازنت ماتر، ات دازنت ماتر، يعني مش فارقه اي حاجه منهم يعني. او كان ممكن اقول له ايذر، ايذر يعني ايه؟ ايهما. طيب شور بالتاكيد اتس جوينج تو بي $55 بير نايت، هتدفع $55 في الليله. الراجل سال سؤال فقال له باي كريدت كارد، يبقى هيساله يقول له كيف تدفع؟ يبقى هاو وود يو باي، كيف تريد ان تدفع؟ فقال له بالكريدت كارد لو سمحت. سال سؤال فقال له ماستر كارد، يبقى اكيد ساله قال له نوع الكريدت كارد، وات كايند اوف كاردز دو يو هاف، ايه نوع البطاقه اللي معاك حضرتك؟ فقال له ماستر كارد يا فندم. طبعا الباراجراف الايسي ده اتمنى ان كلكم تكتبوه وتبعته لي. الترجمه دايابيتس اند هاي بلاد بريشر، مرض السكر وارتفاع ضغط الدم ار ذا موست كومن كوزز اوف كيدني فيلير، اكثر اسباب الفشل الكلوي انتشارا. طبعا انت عارف ان كيدني اللي هي الكلى، وفيليور اللي هو الفشل، وعلى بعضها كده الفشل الكلوي. استمرار الانسان في قطع الغابات المطيره قد تكون له نتائج كارثيه في المستقبل القريب. هتروح انت قايل بقى مانز keeping او مانز جوينج اون cutting the rainforests may have catastrophic consequences in the near future. طيب السؤال بقى، القصه طبعا حلها برضو بالمره عشان نفتح الافق. What is your impression؟ انطباعك من الراجل اللي بيقابله في المقابر، وضح لنا اجابتك. هتروح انت قايل له بقى المشهد بالظبط، هتقول له مثلا انطباعك ايه بالراجل، انت يعني رايك ايه في الراجل؟ انا على سبيل المثال لو سالنا السؤال ده هقول he was a victim but had a kind heart، كان هو مجرم بس كان عنده قلب ابيض. طب ازاي يا عم؟ اقول لك بقى he didn't put او he didn't want to put Bib in a problem، ما كانش حابب يحط Bib في مشكله. ازاي؟ اقول له بقى من القصه this is clear، وده كان واضح. وين رقم واحد بيب ميت هيم الون، لما بيب قابله لوحده. ذا مان ديدنت هيرت بيب، الراجل ما اذاش بيب. رقم اثنين ذا مان ادميتد او ذا مان لايد سينج ذات هي توك ذا كيك باي هيم سيلف اولزو بيب ديد، يعني الراجل قال ان انا خدت دخلت البيت عندك يا مستر اسمه ايه يا مستر جو، دخلت البيت عندك وسرقت بالرغم انه ما سرقش. يبقى تاني كده الاجابه مره واحده he was a victim but he had a kind heart as he didn't want to put Bib in a problem this is clear when Bib met him alone in the graveyard the man didn't hurt Bib number 2 the man lied saying that he stole the cake although Bib did. طيب رقم 2 what does Dickens use of nature environment to reflect the character's feelings how ازاي ان ديكن حاول يستخدم الطبيعه عشان يبين لك الصوره اللي كان عايش فيها بيب؟ وادينا امثله. هتقول بقى تو اكسبريس هاو ساد بيب، هاو ساد اند لونلي بيب فيلت هي يوزد ذا مارشز، عشان يبين لك مدى الوحده والحزن اللي كان عايش فيه بيب هو استخدم المارشز المستنقع كمكان منفصل يعني اند ذا جرافيارد، واستخدم كمان المقابر. وتدي له بقى مثال هنا ومثال هنا والسلام عليكم. خلصنا كده الوحده الاولانيه على سبيل التجريب. الوحده دي انا نزلتها دلوقتي لان احنا المفروض ننزل الوحده 12، ولكن عشان الناس اللي كانت متاخره نديهم فرصه كمان يوم كده ولا اتنين لما يلحقوا. طيب احنا ان شاء الله رب العالمين هنزل بكره امتحان من كتاب ماي فريند عشان تشوف كده اسئله ماي فريند، برده تدوق الاسئله هنا وهنا.
هعمل جروب لشهر 4 عشان الناس اللي حولوا لي وهضيفهم فيه، وهنزل فيه المحتوى بتاع شهر 4 برضو علشان نبدأ نشتغل وما نتأخرش. الكتاب اللي هنشتغل منه ايه؟ المعاصر نزل بالفعل، والمعاصر هيكون كتاب اساسي معانا للاسف عشان الناس كلها حباه. مع المعاصر هناخد كتاب يا اما ده او كتاب الامتحانات بتاع ماي فريند، ايهما تختاروا انا معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.